أقدم باختصار الأوراش اللي عطاها المتخبرية ديال الأمير مولاي عبد الله والأشغال اللي قاموا بهم جميع المتدخلين باش إن شاء الله هذا المركب يكون في تحت تحملات ديال الفيفا وذلك بهذه الصلاة فهو ممكن أن يحتضن أي مباراة دولية مثل مباريات كأس العالم. المرافق الصحية والمقاصف العمومية، وأنتم تعرفوا الأهمية اللي تتلعب البنية التحتية في استقبال الجمهور في أحسن ظروف. ففي هذا الصدد اشتغلنا على المرافق الصحية للرجال وهم عدد ديالهم 20، المرافق الصحية للإناث العدد ديالهم 20، وكذلك المقاصف العدد ديالهم 20. النقطة الثانية حول الصالونات اللي شفنا صالون في اي بي، صالونات اللي مدعوين، فكان في دفتر التحملات ما كناش نتوفروها لهذ الصالونات. الحمد لله الآن خلقنا جوج ديال الصالونات اللي ممكن تستضيف فيهم أكثر من 500 شخص في كل صالون، وفيهم تتوفروا على جميع التسهيلات. كذلك خلقنا عبر الملعب ما نسميه بلي كونترول داكسي، فكاين 80 كونترول داكسي اللي هما اربعه ديال لي زون، وتيسهلوا الولوج والدخول للجمهور في احسن الظروف. فهاد العمليه الحمد لله انتهت، والان نحن في اطار لي فاز دو تيست. هاد الورش الكبير فهو انتهى بنسبه 98%، بقى جوش في المئة فهو هي تتعلق بمرحلة إنهاء الأشغال وكذلك ما يخص التجهيز. الورش الثاني واللي هو كذلك كان أساسي وهو يتعلق بالتيار الصغير، فهذا الورش انتهى 100%. الحمد لله أنتم تشوفوا اليوم تنتوفروا على جميع الوسائل. ونكونوا أيضا عند التطوعات ديال المسؤولين عن الفيفا اللي جاوا زاروا طبعا زاروا الملعب واللي ابانوا على الاعجاب ديالهم، لان فعلا كانت الوتيره باش مشات ربما ما كانتش متوقعه، وربما نقدر نقول لكم حتى سبق لها الاعجاب اللي كانت محدده. الملعب مولاي عبد الله يعني جا باش يدعم واحد البنيات الرياضيه اللي كيعرفها باش كنقول البنيات الرياضيه يعني المستوى العالي ووفق دفتر تحملات الفيفا. إذا اليوم يمكننا نفتخروا بأن عندنا أربعة ديال الملاعب في هذا الحجم، غادي نضيفوا عليهم الاتفاقية اللي توقعت أمام نظار صاحب الجلالة في الدار البيضاء مؤخرا لإعادة تأهيل ملعب الدار البيضاء، واللي الوزارة أيضا كانت لها مساهمة قدرها 120 مليون ديال الدرهم كما تعلمون. التحدي الحقيقي اللي عندنا اليوم، ما كما كيقولوا المغاربه ماشي بنيو على اللي وسيروا خليه، التحدي الحقيقي اليوم هو الصيانه والحفاظ على هذه المكتسبات. هي اليوم فاش كنديروا لعب بهذا الحجم خاص يعرفوا المواطنين ان هذه الملاعب راه مديره لهم، بانه فضاء ديال الفرجه وفضاء ديال المتعه وفضاء ديال التشجيع على الفرق اللي كيبغيو واللي كيتابعوا الى اخره. اما الا بقيت انا واحد غير داكشي اللي كنبني في الاصلاح ديالو كتزيدوا لي يعني انتم، انا ما غاديش نقنعو. لذلك فاعتقد ان هي المسؤوليه انا كما قلت في البدايه متقاسمه، هذا يعني كل واحد فينا الا مسؤول من الجانب ديالو. السيره ما كتهربناش كوزاره، التدبير ديالها ما كيهربناش، ولكن الا تسهلت على الماموريه من الجانب الاخر. ايضا يمكن لنا نفتخروا اليوم دائما في علاقه بموضوع البنيه التحتيه الرياضيه طبعا، ان اليوم عندنا 10 ديال لي تيران دونترينمون، هادو اللي تم يعني انشائهم في كل من اكادير ومراكش، ايضا مدينه الرباط ومدينه طنجه، ايضا حتى هي غادي تعرف يعني في كل وحده فيهم هاد انشاء 5 الملاعب ديال التدريب ديال تيران دونترينمون، واللي غادي يحولنا للرقم ديال 20 يعني ملعب ديال التدريب.